السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجين العاشق بيعشق مجموعة معينة من النساء، مين هم؟ ما شفتش كده بنت ضوافرها طويلة وحط عليها مناكير، ما شفتش واحدة متبرجة ولابسة لبس خفيف شوية؟ تعالوا نعرف مع بعض ايه هو الجن العاشق وخلونا مع بعض نبدأ. أول حاجة عايزك تعرف إن الجن عالم آخر غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، ولكن بينهم وبين بعض قسم مشترك. ايه هو القسم ده؟ الاتصاف بصفة العقل والإدراك والقدرة على اختيار طريق الخير والشر. والاختلاف بين الجن والإنس إن أصل خلقة الجن مخالفة لأصل خلقة الإنسان. وتعالوا مع بعض نتفلسف في الموضوع ده شوية ونعرف إيه القصة. أول حاجة، الجن أعطاهم الله القدرة على التخفي والاطلاع علينا، وإننا لا نمتلك القوة على الاطلاع عليهم، حيث قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الهدف الأساسي للشيطان وأعوانه هو إخواء بني آدم والإيقاع بهم في فخ المعاصي والمنكرات، وطبعا بيمتلكوا حيل لا تعد ولا تحصى لإغواء البشر. ومن أخبث الطرق ديت هو تسلط أعوان إبليس من الجن على بني آدم لأذيتهم والتلاعب معهم بأكثر الأساليب، لحد ما وصلوا لهدم عقيدة المسلم وإيصاله للشرك والعياذ بالله. وحكايتنا النهاردة عن أصعب وأشد أنواع الجن، وهو الجن العاشق. في الأول، مين الجن العاشق وهو عبارة عن إيه؟ هو نوع من أنواع الجن الموجودين فعلا، ويعد من أخطر أنواع الجن، وممكن يكون رجل وهو يتسلط على نساء الإنس، أو أنثى وهي اهتمامها بالرجال أكثر من النساء. غذاؤه هو النجاسات والدماء، وسبب تسميته بالعاشق لأنه يعشق الإنسان ويشتهي للدخول في جسمه وممارسة العادة السيئة معهم أو ممارسة الشهوة معهم. بس كده لا، ده بيوسوس للإنسان كمان بأخبث الطرق عشان يحسوا طبعا أنه يقع في الفواحش والمحرمات. طب إيه هي أعراضه؟ إيه علاماته؟ الجن العاشق مش بيختلف أعراضه عن أي مس، لكن في نوع غريب شوية. أول حاجة، تلاقي أن في نقاط مهمة جدا بتحصل في جسم الإنسان اللي عنده الأعراض دي، وفي خلافات بينها وبين الخلافات النفسية أو الأعراض النفسية. لكن عايز أقول لك أعراض الجن العاشق، إن سبحان الله، أول حاجة عايزك تعرفها إن الجن العاشق مش بتختلف أعراضه عن أي مس من أي نوع من أنواع الجن. ولكن النقطة المهمة إن الإنسان بيحس بالتفريق بين المريض النفسي وبين أعراض الجن العاشق وغيره. أغلب الأمراض النفسية بترهق الإنسان، وده بيخليه يحسب إن هو ممسوس من الجن بسبب تشابه الأعراض من حيث الكآبة والضيق والزعل، أو في حالة مس المرأة من الجن العاشق. أولاً، في حالة مس المرأة من الجن العاشق، المرأة الممسوسة من الجن العاشق بتحس بإيد بتلمس جسمها أو بتتلاعب في شعرها. دي النقطة الأولى. حصل معاكي كده ولا لأ؟ بس كده لأ، بيكون في زيادة في درجة حرارة الجسم، وبالأخص الرجبة والعورة، وأيضا في الرحم بيكون في نبض. في أوقات كتيرة جدا بنحس إن في شخص نايم بجانبها وهي نايمة على أي جانب، سواء الشمال أو اليمين، وبتكون مقيدة بتحاول إن هي تلتفت يمين أو يسار، بتلاقي إن في حاجة شل حركتها تماما. ظهور كدماء سودة وزرقة، بتكون خضراء أو أيضا بتكون حمراء على مناطق زي الرجلين وأسفل الظهر، وبتكون غير مؤلمة نهائيا. وفي حالة مهمة جدا، لو الجن خلاص عشق جسم المرأة فبتبدأ حياتها تتغير 180 درجة. لو في مرحلة خطوبة بيكون عدم قبول لخطيبها، وبتنفر منه نفور شديد جدا، وبترفض أي حد بيتقدم لها، والسبب بيكون غير مقنع، ودايما بيكون عندها توتر دائم، وبتكون في حالة من الغرابة وحالة من الشرود الذهني. تصرفات غير مقبولة أو مقنعة بحق الزوج، وخلق مشاكل من الهوى والنرفزة لأجل الأسباب. ولأن الجن العاشق مصدر استمرار في النجاسات، وده شيء بيسعده، وبعد مرحلة المس للإنسان بيبدأ يتلاعب بعقل المريض بطريقة خفية، زي إنه يوسوس للمريض ويجعله يتذكر معظم ذكرياته الحزينة أو المواقف المؤلمة، ويوصل المريض لدرجة اليأس والتمرد على الله، وده شيء بيجعله أقوى وأقوى داخل جسم الإنسان، لأن بعد الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في حالة الحزن الشديد والإرهاق ومن كثرة البكاء بيلجأ الشخص الممسوس للنوم، وهنا بقى بيتسلل الجن العاشق إلى أحلامه عشان يلقى فرصة للمواساة والتقرب منه والتخفيف عنه، وإن في حد بيحميه وإن في حد بيحاول إنه يدافع عنه. وأذكر حاجة من أغرب الأحلام شيوعا بيفعلها الجن العاشق مع النساء، إن المرأة تشوف نفسها بتتجوز شخص غريب وملوش ملامح، أو ربما تكون الملامح بتاعته غامضة، وبعض النساء بيمارس معها السحاق من امرأة زيها، وبعض الرجال أيضا بيمارس معهم نفس الشيء، ناهيك عن الاغتصاب وعدم القدرة على المقاومة والاستسلام. وأصعب شيء بيكون في الأحلام زنا المحارم في المنام والعياذ بالله. فالمرأة ممكن تشوف أبوها، تشوف أخوها بيعاشرها، ودي من أسوأ الأشياء. طيب الحيوانات، ربما تشوف إن في حيوان بيعاشرها. ومن أعراض الجنية العاشقة تجاه الرجال الإفراط في ممارسة العادة السرية لدرجة الإدمان، والوسوسة للبعد عن الدين وأداء الفرائض، الشك الدائم في الزوجة أو الخطيبة أو العزلة أو النفور من الأهل، وناهيك عن المشاكل والآلام اللي بتكون بشكل شديد
جدا في الأعضاء التناسلية، كثرة نزول المني في المنام وفي اليقظة بدون أي عامل إثارة أو أي أشياء جنسية، النبض في الدبر، النبض في العدو الذكري. ناهيك إن الجن العاشق بإمكانه الاتصال بأكثر من ساحر، ولازم تكون أسحار سفلية منجسة عشان يتسلط على الإنسان المصاب. وسبحان الله، من أخطر أنواع السحر اللي بيتحول الجن بتاعها لعاشق، ومن أخطر أنواع السحر السحر بالدم، وبيكون من دم الضحية المراد إذائها، السحر بالمني أو دم الحيض، السحر بأمعاء وعظام الحيوانات، والسحر المدفون، والسحر المدفون أيضا في أجساد بعد الموتى. فأغلب الأحيان بيكون من الصعب جدا جدا السيطرة على الجن العاشق واستخراجه من الشخص الممسوس، لأن مهمته معروفة ولازم ينفذها، وإلا يتم قتله من قبل سيده الساحر. وتعرف مين سيده الأعظم؟ إبليس عليه لعنة الله. معظم الأسحار اللي بيتم تسلط الجن العاشق لتنفيذها زي سحر الزنا وسحر تأخير الإنجاب وسحر تعطيل الزواج والطلاق والتفريق بين الأزواج، كلها أسحار الغرض منها تخريب وتدمير حياة الشخص الممسوس، عافانا الله وإياكم. الجن العاشق بيكون موجود بشكل كبير في العلاقة الحميمة بين الزوجين، ده في حالة عدم ذكر الله، وهشرح لك شوية تفاصيل بسيطة عايزك انك انت تستفيد منها وتركز معايا بدقة. ربنا أحل لنا كل وسائل المعاشرة في نطاق الحلال والزواج باستثناء فترة الحيض والإتيان من الدبر، ولكن فترة الحيض بتكون فرصة الجن العاشق، لأنه جن سفلي بيعشق النجاسات، فيذنب المرأة في الفترة ديت، ودايما المرأة بتحتلم كتير جدا في الفترة ديت، ولازم الزوج ما يهملش زوجته جنسيا في الفترة دي، فهو يقدر ان هو يمتعها تمتع بسيط بطرق كتيرة وبدون وط، لأن الله تعالى حرم الوط في فترة الحيض ولم يحرم تقبيل الزوجة ومداعبتها عندما تكون في فترة الحيض. فكده عرفت ان اهم طرق قهر الجن العاشق ايه؟ المعاشرة الزوجية بنفس الطريقة اللي بيقوم بيها ولكن في اطار الحلال. طيب ايه طرق العلاج باذن الله؟ في حالة وجود سحر جوه الجسم او خارجه لازم يعرفها ويعرف هو فين السحر ده ويحاول ان هو يبطله. بعض الناس هتقولك انا ما اعرفش هو فين، حاول انك انت تشغل الرقية الشرعية في البيت، وانك انت تتطيب دايما قبل النوم، وانك انت تنام متوضي. المريض يحاول ان هو يخصص ركعات لله عز وجل يدعي فيها على الشيطان اللي صايبه، ويدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينتجم منه. وبما ان جن نجس بيتغذى على النجاسات والروائح النتنة، فيجب دهن الجسم بالزيت بالمسك الاسود، لازم ان الانسان يعطر نفسه دايما، لازم ان هو يحافظ على الاغتسال بماء مجري، ويشرب برضه ماء مجري، ويرش ماء مجري في اركان البيت، ويحاول ان هو يتوضا، ويحاول ان هو يحصن نفسه دايما بالاذكار، ويحاول ان هو يشغل البقره في البيت اللي هو ساكن فيه. عدم التعري عند النوم وتخطيط اماكن العوره دي من الاشياء المهمه جدا اللي لازم نعملها. واخيرا، فمن ابتلى بمس في زوجته او شخص قريب عليه، فالصبر على الابتلاء والايمان بقضاء الله فهو مفتاح الفرج، وان الانسان يسعى ان هو يتدارك الحياة الزوجية بشكل حلال وغير مخالف لشرع الله عز وجل، وإن شاء الله الالتزام بما أمرنا به الله حيبعد عننا شياطين الإنس والجن. لو عندك أي معلومة عن مس العش، أو إنك أنت وصلت بمس العش وتعالجت منه، ياريت تشاركنا بها في المقطع. ضع كومنت أسفل الفيديو ودوس لايك واضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس، وانشره على أصحابك وأصدقائك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك يوسف أحمد. لقاء تحت، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.